انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج تنطلق والتصويت عبر البريد. المانحون الدوليون يبحثون اليوم دعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت. أكثر من 19,650,000 مصاب بكورونا في العالم والوفيات تتخطى 725,000. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. البداية مع انتخابات مجلس الشيوخ. تتواصل عملية التصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات التصويت. أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة أن غرفة العمليات التي شكلتها الوزارة لمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ تعمل على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت. شددت على ضرورة متابعة تطبيق كلم مصر الإلكتروني الذي سيساعد الجاليات المصرية بالخارج من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت الخارج يجري للمرة الأولى عبر البريد السريع. وقد تلقت غرفة وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ تلقت عددا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية تخص خطوات وطرق التصويت في الانتخابات. شدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم على الالتزام والتزام جميع أطراف العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك الوقاية من فيروس كورونا، كذلك الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة. وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات. يعقد المانحون الدوليون اجتماعا اليوم عبر الفيديو لدعم لبنان بعد الانفجار الذي هز بيروت وسط معاناة من أزمة اقتصادية خطيرة. يسعى المؤتمر إلى الحصول على تعهدات من المشاركين بتقديم دعم إلى لبنان لتجاوز تداعيات الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت. المؤتمر دعت إليه فرنسا بالتعاون مع الأمم المتحدة. Thank you.
دعا البطريرك الماروني كاردينال بشارة بطرس الراعي إلى استقالة الحكومة اللبنانية وانتخابات نيابية مبكرة. وأشار الراعي إلى أن الأزمات المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان وحالة التفكك وفقدان الثقة الشعبية في الدولة اللبنانية ومسؤوليها السياسيين سببوها الولاءات للخارج والخلافات على الحصص والخروج عن الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطنية التي أقرت في مؤتمر الطائف. يسود الهدوء في العاصمة اللبنانية بيروت بعد الشبكات الليلية بين الأمن والمحتجين أصيب خلالها العشرات. وقام متظاهرون باقتحام وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة والطاقة ورفعوا شعارات عليها. وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاول محتجون اختراق الحاجز الذي يسد الشارع المؤدي إلى البرلمان. ومن جانبه أعلن متحدث باسم الشرطة عن وفاة شرطي خلال اشتباكات مع المتظاهرين. مرة أخرى تتصاعد الأحداث في العاصمة اللبنانية بيروت وسط صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بمحاسبة المتسببين في حادث المرفأ. قوات الأمن اللبنانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من عبور الحواجز للوصول إلى مبنى البرلمان وسط العاصمة. يوم الحساب هو العنوان الذي استجاب له المحتجون وقدموا من مناطق شتى في لبنان للمشاركة في تشييع رمزي لضحايا انفجار بيروت والمطالبة برحيل السلطة السياسية بأكملها. المتظاهرون حملوا السلطة السياسية مسؤولية تقاعسها وتقصيرها وسكوتها عن تخزين 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم سريعة الاشتعال في المرفأ الحيوي. وفي أول رد فعل له أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يسكن قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي تمر بها الدولة اللبنانية. وطالبت قيادة الجيش المحتجين بالالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة. قال وزير الصحة اللبنانية حماد حسن إن عدد القتلى جراء انفجار مرفأ بيروت بلغ حتى الآن 152 شخص. وأوضح في تصريحات لإكسترا نيوز أن عدد المفقودين هو 21 شخص، بينما بلغ عدد الإصابات الحرجة جراء الانفجار 100 إصابة. هي آخر رقم وصلنا له نحن 152 شهيد، وعندنا عدد المفقودين اللي مسجلين لهلا 21. نعم. تقريبا 100 جريح اللي حالتهم حرجه، بيناتهم 21 هو تحسن وصار ستيبل، يعني تقريبا عندنا 100 حاله بعد حالتهم حرجه. اما الجرحى حوالي 5000 الى 6000 بين طفيفه ومتوسطه هو غادروا المستشفيات. يعني فينا نقول انه النظام الصحي اللبناني استوعب الصدمه الاولى، والان نحن نتابع لمعالجه ومتابعه الحالات الحرجه وتداعياتها، لانه بتعرفي في بعض الحالات اللي بتترك ندوب وجروح بليغه والتهابات، ويجب متابعتها تجميليا شفائيا علاجيا، وهي الامور ان شاء الله قيد المتابعه. أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده تدعم إجراء تحقيق شامل وموثوق بخصوص انفجار مرفأ بيروت. وفي السياق ذاته حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في لبنان من انبعاث غازات سامة في محيط منطقة مرفأ بيروت والتي شهدت الانفجار.
دعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخلال كلمة له أكد دياب أن كارثة ميرفا بيروت لن تمر دون حساب المسؤولين عنها، كما شدد على أن التحقيق سيكون سريعا وسيكشف الحقائق. مثل ما قلت بعد ساعات من الانفجار، لبنان أصيب بكارثة ضخمة. نحن عم نعيش تحت وطأة هيدي الكارثة يلي تركت آثار مدمرة، مش بس بالنسبة للخسائر البشرية من شهداء وجرحى، أو بالنسبة للخسائر المادية بالبيوت والمؤسسات والمحلات مختلف القطاعات، لكن أيضاً بالنسبة للآثار النفسية على الشعب اللبناني اللي هي كمان كبيرة كتير. أنا وعدت اللبنانيين إنه ما رح أقبل تمر هيدي الكارثة من دون محاسبة المسؤولين عنا، واليوم بدي أكد وبحزم ما في خيمة فوق راس حدا، وما حدا يتوقع إنه تحميه أي مظلة. كل المسؤولين عن هيدي الكارثة لازم يخضعوا للتحقيق ويجاوبوا على أسئلة الناس قبل القضاء. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات إلى الأشقاء في لبنان في ظل الأزمة التي تمر بها حاليا، أقلعت طائرة النقل العسكرية الثانية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة، وتتضمن المساعدات كمية كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية. في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حالياً، أقلعت طائرة النقل العسكرية الثانية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة. أعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات. نحن للصراحة هذا منه غريب على مصر، نحن بالنسبة لنا مصر هي الشقيق الأكبر، كل الدول المحبة للبنان قدمت عم تقدم المساعدة، كيف بالأحرى مصر نحن منعتبرها مصر أهل وإخوة وأصدقاء. نتشكر مصر كلها سوى دولة وشعب ورئيس على المساعدة. قتل جندي تركي خلال اشتباكات مع مسلحين في إطار العدوان الذي شنه أنقرة على شمالي العراق. وأفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بأن 3 جنود أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات. ومنذ 17 من يونيو تنفذ تركيا عملية عسكرية شمالي العراق رغم تأكيدات بغداد بأن هذه العمليات تنتهك سيادة أراضيها وتخالف الأعراف الدولية. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها حول تنظيم داعش الإرهابي أن تركيا لا تزال مركز ترانزيت للسلاح والتمويل واللوجستيات الخاصة بالتنظيم الإرهابي. التقرير والذي نشره مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية أكد أن تنظيم داعش يستمر في استخدام تركيا قاعدة لانطلاق عملياته. أكد التقرير أن داعش يستخدم تركيا لنقل الأموال، وأشار إلى أن وزارة الخزانة كشفت أن التنظيم كلف أكثر من 10 أشخاص ومؤسسات بهذه المهام داخل تركيا خلال 9 أشهر الأخيرة.
أرجع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان سبب انهيار الليرة التركية إلى فقدان البنك المركزي للغطاء المالي. وصف باباجان وزير الاقتصاد الأسبق وضع الاقتصاد التركي بأنه تضخم داخل كساد، مؤكدا أنه أن طباعة الأموال دون غطاء لدى البنك المركزي هو السبب الرئيسي والأكبر لانهيار الليرة التركية. تضخم داخل كساد، هذا هو حال الاقتصاد التركي الآن بعد العديد من الخطط الفاشلة لحكومة أردوغان في محاولة بائسة للسيطرة على الانهيار الاقتصادي للبلاد. رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان أرجع سبب انهيار الليرة التركية التي بلغت 7.30 أمام الدولار الأمريكي إلى فقدان البنك المركزي للغطاء المالي، فضلا عن نزوح الاستثمارات الأجنبية من أسواق السندات والأسهم، حيث انخفضت حصة المستثمرين الأجانب بقيمة 50% من الأسهم التركية في بورصة اسطنبول للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً. وحذر باباجان من أن الليرة التركية ستواصل فقدان قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه. ووصف وزير الاقتصاد الأسبق وضع الاقتصاد التركي بأنه تضخم داخل كساد، مؤكدا أن طباعة الأموال دون غطاء لدى البنك المركزي هو السبب الرئيسي والأكبر لانهيار الليرة التركية. البنك المركزي التركي كان قد كشف عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بنهاية شهر فبراير الماضي بنحو 23 مليار و 400 مليون دولار. في الوقت نفسه بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون مليار ليرة، وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية، ولكن يبدو أن فشلها مستمر. صندوق النقد الدولي أكد أن الحاجة الكبيرة للتمويل الخارجي والاحتياطي الأجنبي المنخفض يجعلان تركيا غير محصنة ضد الصدمات، وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشا بنسبة 5% يصاحب زيادة في معدل البطالة إلى نحو 17%. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و21 حالة وفاة. وأشار المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 95,314 حالة، من ضمنهم 51,672 حالة خرجت من المستشفيات بعد شفائها. بلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم 19,650,000 إصابة. وأشار إحصاء لوكالة رويترز للأنباء إلى أن 725,334 حالة توفوا براء فيروس كورونا. تصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات، وجاءت البرازيل في المركز الثاني، بينما جاءت الهند في المركز الثالث من حيث الإصابات. سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا في حالة الإصابة بفيروس كورونا، مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من 5 ملايين شخص. وطبقا لوكالة رويترز، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 54,000 إصابة جديدة، فضلا عن 982 حالة وفاة في 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 162,000، وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس. وبحسب تحليل الوكالة، فقد طالت إصابات كورونا واحد من بين كل 66 أمريكياً. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأمريكيين المتضررين من وباء كورونا بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونغرس بهذا الشأن. قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيوجيرسي إن الديمقراطيين وعلى رأسهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشامر يحتجزون
كراهين المساعدات المخصصة إلى الأمريكيين المتضررين جراء جائحة فيروس كورونا ومساعدة اقتصاد البلاد في تجاوز تبعات الجائحة، كما أضاف أنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس في وقت لاحق. أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 3 ملايين حالة بعد تسجيل نحو 50 ألف حالة جديدة. وجاء في بيان نشرته الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ازداد ب 905 حالات خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البرازيل إلى أكثر من 100 ألف حالة. قالت محافظة باريس إنه يجب وضع كمامات في الأماكن المفتوحة بباريس على امتداد ضفاف نهر السين وقناة سان مارتان، بالإضافة إلى الأسواق المفتوحة والأماكن الأخرى حيث يصعب تطبيق التباعد الاجتماعي. أضافت أن استخدام الكمامات سيكون إلزاميا بدءا من يوم غد الاثنين ولمدة شهر. أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية عن تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة ضحايا للوباء، وذلك رغم ظهور مؤشرات على تراجع عدد الإصابات الجديدة. سجلت الولاية 394 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في فيكتوريا 210 حالات، فيما تستأثر الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد بأكثر من ثلثي الإصابات المسجلة في أستراليا. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وأشار إلى أن حصولها على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة. أضاف بومبيو في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية أن دخول الصين إلى إيران سيزعزع من استقرار الشرق الأوسط، ومجددا التأكيد على أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على إيران رغم معارضة روسيا والصين. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر إن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى عدد أقل من 5000، وأكد أن عملية تقليص القوات ستتم في نهاية نوفمبر المقبل، ليكشف بذلك تفاصيل عن خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام. يشار إلى أن الولايات المتحدة تنشر حاليا نحو 8600 عسكري في أفغانستان. توجه الناخبون في بيلاروسيا للتصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد. يترشح الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو لولاية سادسة بعد 26 عاما في المنصب، بينما يواجه تراجعا في شعبيته بسبب الاستياء من تدهور الاقتصاد والتعامل مع أزمة فيروس كورونا. طلبت الحكومة البريطانية المساعدة في منع المهاجرين القادمين من فرنسا على متن قوارب صغيرة بعد زيادة عددها، ودعت وزارة الداخلية البريطانية إلى دعم عمليات قوات حرس الحدود في مضيق دافر، ومشيرة إلى ارتفاع وتيرة الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل الخميس الماضي 235 شخصا عبر قوارب في القناة الإنجليزية، وهو رقم قياسي ليوم واحد.
قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة تويتر فتحت بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك لمشاركة المقاطع المصورة للإعراب عن اهتمامها بالاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي أثار فيه خبراء شكوك بشأن قدرة تويتر على تمويل أي صفقة محتملة. شكك المصدران بقوة في قدرة تويتر على التفوق على مايكروسوفت وإتمام مثل هذه الصفقة والتي ستمثل تحولا لها، وذلك خلال المهلة التي منحها رئيس دونالد ترامب لبايت دانس، وهي 45 يوم للموافقة على البيع. يبدأ الأهلي مشواره بالدوري الممتاز بعد توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا بمواجهة إنبي اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة 15، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز صدارته للمسابقة، حيث احتل المركز الأول برصيد 49 نقطة بينما يمتلك إنبي 25 نقطة في المركز السابع. يواجه فريق مصر المقاصة ضيفه أسوان اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري الممتاز، يبحث المقاصة عن الفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث احتل المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة بينما يتواجد أسوان في المركز 13 برصيد 18 نقطة. فاز برشلونة الإسباني على نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد خلال مواجهة الفريقين بإياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو. حسم برشلونة بهذا الانتصار تأهله إلى ربع نهائي البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. فاز بايرن ميونخ الألماني على تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إليانز أرينا في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. كان البايرن قد حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة ليعبر إلى دور الثمانية بمجموع المباراتين 7-1 ليواجه برشلونة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب في النهار على القاهرة والوجه البحري وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة.
وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج تنطلق، والتصويت عبر البريد. المانحون الدوليون يبحثون اليوم دعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت. أكثر من 19,650,000 مصاب بكورونا في العالم، والوفاة تتخطى 725,000. وفي النهاية نحيط على المساعدة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. شكرا لكم وإلى اللقاء.